زيارة يا عمران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد رئيس وزارها وزيرك باشان لقى بعض الصحافة وصارت وش أيضا ماذا مركر وحنك سلام وسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة جرائد وحكم سابسين هاي قولها استبجوها إذا ماذا حوق غلب إذا ماذا حوق أي أما إذا ماذا غلب كسلة أي جرى يعني شلعي ما أنتبه يوحي كوري على سعود إن شاء الله لول بدن مقالة كتر سنين هرمر في عن لقى سمي وكل ديها أبي سي قاله يعني الوصو بندي هالكاس قدر وين أي قبنائي سيدا سوكا لما أنتو على سعودين إن بول حاوة سي لما يسترن كعنت الله أقول لقي وإذا ما دحوك وكعنت الله أقول لقين إلها نقول مهدينا سبحانه وتعالى عن كوهم بلينا إذا ما دحوك ذلك الصوماليات إذا ما دكالمينا أمي سومي إن قوشاس سيدا سوكا لبو حايدا لقوا مرمان إنا نشاقنا إني بالله بأن دتك إني قفالان للي يرأي يدد واوين تاسوا موجين إيسا جب كودا هي فكر كودا خلدم حايا لي غف بني آدم إن الوخص بطقال وواحا أغوحما بني آدم أو سمية مع أن هذا نوحو نقاين لقد تقاشان غفكاس معلوماتك الرسمي قهوا عنها إنه دد وايلة وتدبات انجراء وعاف مات كودا أو سنفي عنين إن أي سوق فارين وحب يكسر قلنا يعني هذا قد قالك تاسنا وخسارة شعب كصومالي ما له جوعان بوحنا وباقينا لو ما أخذوا بناك الشباب شلوا وحكوا قبنا عن دين الإسلام ك وحنا مو غطى إني بنستين دي قدرت كمسلمين تا أيضا دين يو لغن صومالية يا دولة نما ديار وهاين إن لو ولا استاجو عدو جاس كسر دولة دلك إن لسكدر يو إذا ماذا حوجنا وحنو قباغا يعني سي وضعنا والقلاد هذا حوجيان شعب كنا بالباديان إلهي سبحانه وتعالى وحن قبر إنه قولها لقاري إنه قولة جوكتا أكده ومحيها تؤمد صومالي ذو أيضا وحنا موغتا إن صومالي قفالك أي كسي بحيسه لكن لما وحنو قباها أنتين أكوة لقيب غادرنو لما شعب كصومالي المركب وحن ويرنا أدلسنا كقيب غادرنا قضبك الله بعض وعن روينا كهل الله وقضبك قرقارك بني آدم لماذا هو مهم بول حاو مثلا بلد حاو ومال دادك صومالي الحرقس وقارسي كرف ومنطقة استراتيجية ونسيدة عدوكتهين ديغان كاس أو كم ديها ديغان ذا إساميان أبارو مركا دادك صومالي يؤدونك بوحانو باغينا إن قرقار دلقارو سيدة صوكالي إذا ما دي كورن تينا إلهي وحنو قبرينا نحرس كوا كورن أو عماينا وحنو قبرينا إلهي إنه عافيو وأنا جيسيار أنتي أهم تاريخي أولن تي أو شعب كصومالي بيجو دي ليز كور أوري مركا أيجا إيو أهل ذو دينا وحن إلهي وقبرينا إن صبر إيمان أو كسيو دولدنا وحيد ديار وتاي وحلا وحيد كران كذا يعني لقبته أدي هذا محسن تيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل. وهاي كعبسي قوان كلاف سياسات وصوت البحث المسؤولين تدولتا كاسي وهدف اللوضي كنا بحياة مسؤولين تدولتا قال هان ملكوين هادي بواه يبتون كبحرمان بل لغو بسوان هذا وما سمتع إذا ماذا أنه سيدة دكتين وحي جوغن تدودة وحي كاي جوغن لنا عيتوبيا شغطة إيقا قبصدي لكن وحي كهلانا ينتاكولين لنا لوجيستي كذا أرين تقص أبسن قل جدود كم ورها إن أنا إلى هذا عيد ما يتوبيان وقل جدود جوجا أرين تقص أبسن خلافاتك وحلا جه الله وحلا وها الله يوا شرعي شرعنا إنه وها الله ودول الدنيا واحد بعث عمله وحنا كده معنا يا بروسيس كذا شرعة مركا وح لجول ولا مجرى. نحن يعني واحد يموت شو على طول الدائر مرة بسأله هنا كويتيو إن موجودة شباب هو بريودي كوا جنبته أبدو تربيين.
qaarkood waxay ula baxseen dhaawacyadooda ismaaca iyo jibooyinka. Maxaad fariinaha u diraysaa warjigaasha danitaasha ee dambiyada ku soo daadalan qaaday? Laba aan u kala qaadno dadka Soomaalida ah, waxaan ugu baaqaynaa in waxa ay dhibaataynayaan oo ay barakicinayaan oo ay dilayaan waa dadkoodii inay joojiyaan. Dadka ajaanibtana waxaan ugu baaqaynaa inay gurihoodii anadan dhibka nagala tagaan, annagu ayaga ka horaan muslimiin ahayn. Marka diinteenna waxaan ognahay inay tahay diin naxariisa, marka uma baahnin dad u fikiraaya sida dadkaana u fikirayaan. Mudane madaxweyne waa Axmed Raxal Maxamed TV ga Universa. Su-aasha rabeen aan ku weydiiyey waxay tahay, inta badan ciidanka dowladda sida looga bartay goobaha Al-Shabaab marka ay ka qabsadaan haddana dib ayay uga soo baxaan, howlgalkiina dowladda xilligan ay qaaday maxaa lagu macnayn karaa? Waxaa lagu macnayn karaa in wax laga bartay taariikhii hore, waxaana laga bedelay howlahaas. Aadna ogtihiin oo markhaati ka tihiin in ciidamada dowladdu meelihii ay gaareen ay xajisteen, waxaa la socotiin saaka ugu dambeysa inay kuliyadda weerar ku soo qaadeen kuna jabeen. Marka istaraatiijiye cusub ayay qaadatay dowladdu, ciidankeeduna waa ku shaqaynaya. Dhowaan xukuumaddu waxa ay sheegtay in madaxweyne garbaha waxa fadhiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda goboleedka mudane maxamed cabdullaahi iyo wasiirka gaashaandhigga. Dhowaan golaha wasiirada shiray yeesheen waxa ay ku sheegeen inay ku xanibeen in maraakiibta ama dooyaha sida raashinka iyo waxyaabaha kale inay ku xirtaan dekalubiya koonfurta oo ay ka mid tahay kismaayo, barawo iyo marka. Hadda waxaad sheegtay inay jiraan dad lasoo qafaaday, shalay soo qafaaday. Marka haddii dadkaasi dowladda xumo qabatay inay saarto oo shabaab ay la mid noqotay dowladdu oo dadkii raashinka ku degi lahaa uu fududaan waayo, maadaama hadda abaar ay jirto gaadiid dekadda raashinka qaaday kismaayo u geeyay dhibkeeda dhab tahay, soo macquul maaha in dadkii ay taageeraan shabaab oo dagaal ka qayb qaataan maadaama ay dowladdii hadda xumo qabatay sida la sheegay ay saarto dadkaas. Su-aasha ra-iisul wasaaraha ka jawaabi doona, laakiin shayga aan rabo inaan ku sheego waxa weeyaan shabaab, shacabka Soomaaliyeed marna shabaab ma taageerayaan. Xaqiiq weeye inaan maxaan idhaahdaa aan xanibnay maraakiibta tagaysa Kismaayo iyo Baraawe oon weliba la kaashanayno caalamka. Sababtuna waxay tahay kow, waxaan ogaanay inay u yimaadaan ciidamo shisheeye ugana kala yimaada waddamo kala duwan, waa kow. Labo, waxaan ognahay inay tahay ilo dhaqaale oo ganacsi iyaga uga socda. Marka saas daraaddeed, midda dhaqaale waa inaan ka joojin dhaqaalaha. Dhaqaalahaasna maaha dhaqaale ummadda Soomaaliyeed aaday, waa dhaqaale toos iyaga u galaya. Tan labaad, haddii wax la isweydiiyey maba ahaba inay yimaadaan waddanka ajnabi ayna kula dagaalaan dadkii muwaadiniinta ahaa. Marka waajib baa naga saaran in ajaanibta waddanka imaanaysa inaan ka ceshanno, maxaa yeele kuwii horaan khaatiyan ka taagannahay. Labo, midda labaad waxa weeye, waxaa lagu maqaalaa inay cararayaan ajaanibta ayna qaadanayaan doomo. Marka taasna waa xanibeenna. Baaq nabadeed iyo kooxaha dowladda kusoo dayay ugu baaqaysay inay miiska wada hadalka inay yimaadaan. Howlgalkan haatan bilowday ee lagu sifeynayo maleeshiyada shabaab ee ajaanibta Soomaaliya soo fadhiistay ma u muuqataa mid albaabkii nabadda lagu xirayo mar haddii ay muddo dheer diidanayeen inay miiska wada hadalka soo fadhiistaan? Howlgalka nabadda mar walba waa furan yahay. Annaga wixii la gaari karo, nabad lagu gaari karo, nabadaan ku gaarina, laakiin waxaa nabad lagu gaari karin suurtagal maaha in loo xayirado shabaab. Shabaabna ma aha dad mustaqbal umadaad ka fikiraaya, waa dad ideolojiya ka baxsan Soomaaliya wata. Sidaas darteed, ciddii ka waantooda oo u soo jeesata nabadda oo doonaysa inay mataqaanaa shacabkeeda mataqaanaa ku soo biirto dowladda ku soo biirto waa u furanta. Mahadsantihin. Gracias.